ما بيك يا حامد؟ ايش جرالك؟ اخذوا مني سلمى، راحت سلمى، قتلوها، كل شيء انتهى. سلمى انقتلت؟ مين اللي قتلها؟ ما ادري، راجل قتلها وسرق الجوهرة، لكن انت قمت منه وقتلته. يا ريت وصلت له قبل ما يقتلها. ليش يا سلمى تعملي هيك؟ ايش نفع الندم الحين؟ انت اصبحت قاتل، قتلت راجل، قوم لازم تهرب، الحين يبحثون عنك، فاهمني يا حامد؟ سامع ايش اقول؟ عليك الرحيل من هين قبل طلوع الفجر. هجم علي، وراد قتلي، ضربته بخنجري، كنت ادافع عن حياة زوجتي. قادر ترجع الأمس يا حامد؟ تذكر قاسم بيك، تظن انه تبرير موقفك نافع؟ يا ريت وصلت له قبل ما يقتلها. ولدك فهد فين هو؟ فكر بمستقبل ولدك. فهد في الدار، معك الحق يا لبنى، ما عاد ينفع الا الهرب. مقدر لازم يصير. أني راح أتبعك والدوام يبقى معاك وافضل بقرب فهد وبقربك. ليش الناس ما تريد الناس تسعد وتتحرر؟ لازم ولدي يتحرر، لازم أحطم هذا الجدار مهما كان الثمن. ماني معك مهما كان الثمن. وليش تعرضي حياتك للخطر؟ حياتي ما تهمني يا حامد، مصيرك هو مصيري، المهم نأمن لولدك الخلاص. خديجة، ابقي عند الباب وافتحي عينيكي ونجاح حد خبرينا.